حتتك بقى. الاهلي هيلاعب ريال مدريد وفي ماتش رسمي، مش ناوي تسافر الاول تاخد لك مودريتش كده على فينيسيوس على انشلوتي؟ هو ما بقى فيهم حد خلاص، خلاص كلهم خلصوا يعني. لعنه الفراعنه حلت عليهم. يلا يلا ان شاء الله بس يرجعوا ان شاء الله من الاصابه بعد ماتش الاهلي كلهم، عشان نحب ريال مدريد بس ماتش الاهلي كلهم يريحوا شويه بس عشان المجهود اللي عملوه كتير يعني. بالظبط كده. شايف المواجهه دي ازاي؟ هجيب لك من الاخر. يا ريت. الاهلي ان شاء الله في النهائي يعني. اما انا بجيب لك من الاخر عشان ما تدورش يعني. انا عايز مثلا اتنين على سمك، في رهان على سمك انه يعني هم قالوا لي الاهلي هيكسب ريال مدريد، قلت لهم الاهلي هيكسب ريال مدريد، في اتنين لحد دلوقتي انت بقيت التالت. لا الاهلي هيكسب. انا شكلي عازم مصر كلها دلوقتي كلها هتكسب الاهلي هيكسب ريال مدريد. لا يعني يعني ايه، طبعا ريال مدريد اقوى نادي في العالم مش عايز كلام، لكن طبعا الظروف الاخيره للاهلي وللريال كلها بتصب في صالح النادي الاهلي. طبعا ما حدش عاقل يقول ايه خبرات الاهلي اكتر من الريال، لا طبعا ده موضوع منتهي يعني، لكن الاهلي فريق عنده خبرات، اكتسب الثقه. طبعا هنقول انه كان متوقع الفوز على اوكلاند، كان الى حد ما متوقع الى حد ما. لا اكيد 50-50 بصراحه، يعني فوق ال 50 55 ماتش سياتل. ماتش سياتل العين كلها كانت على ماتش ريال مدريد. هو ده الجد بالنسبه للنادي الاهلي. لا عايز اقول لك ان مثلا في مفارقه غريبه او مفارقه في صالح النادي الاهلي، طبعا اعظم انجاز حصل في الانديه العربيه اللي هو العين والرجاء كان حصل، والاثنين اللي كان ده بطل اسيا ولا ده كان بطل افريقيا، والاثنين كانوا ممثلين للدوله المنظمه سواء الامارات او المغرب. المره دي الاهلي اعتبر هو ممثل للدوله المنظمه، اعتبر ولكنه طبعا هو ليس الوداد، لكن الوداد اعتبر هو بطل افريقيا بدليل ان الاهلي بدا من المرحله. فعشان كده دي نقطه في صالح الاهلي. زائد حته كمان النادي الاهلي يعني داخل عينه على ان هو يحقق انجاز بره بعيد عن المركز الثالث، لان مثلا لو مثلا قدر الاهلي خسر ولعب المركز الثالث والرابع مش هيبقى فيه دوافع قوي، مش هيبقى عادي. تخيل بقت عادي ثلاث مرات. لا لا بالمناسبه تخيل بقت عادي انه الاهلي ياخد برونزيه كاس العالم، بقت عادي كمان في نقطه دي، ده في حد ذاته انجاز. كمان في نقطه مهمه، المباراه تقام على ارض المغرب، المغرب اللي هي حولت نظريتنا كلنا في كاس العالم، يعني اللي هي بالبلدي كده صدقت نفسها، واحنا كمان مصدقين نفسنا. هي كسبت بلجيكا وكسبت اسبانيا وكسبت البرتغال، ما علينا من كده، بقت المرجعيه بالنسبه خلاص الموضوع. وكلمنا كلنا قبل النهائي اتظلمت قدام فرنسا، يعني شوف فرنسا كمان. وقلنا اتظلمت وكان لها مش عارف ضرب الجزاء والحكم. هو ده الاهلي بكل امانه، يعني اذا كانت المغرب في المنتخبات فالاهلي في الانديه. فالاهلي انا بقول لك ان شاء الله ان شاء الله بنسبه كبيره جدا الاهلي في النهائي يتخطى ريال مدريد، نظرا لظروف ريال مدريد اللي احنا كلنا عارفينها. انت اديتني بهجه في اول الحوار من الاخر، بهجه كده حلوه.